خديم الى شقيقه طارق، هذا طارق الكره مع طارق، يتقدم طارق يحاول يمر، طارق يحاول فيها في مكان سليم، طارق يا سلام على مرور على عرضيه بتتهيئ الى بكاري، الله 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 على هدف اول يسجل بكاري كوني لمصلحه فريق دبل فجيره في الدقيقه 13 من شوط المباراه الاول. هذا بكاري بعد مجهود جميل بذله طارق الخديم، هيئ الكره لبكاري استلمها بشكل جيد، وبعد ذلك بكاري حطها على يمين حارس المرمى معلن انه اهداف المباراه. هذا طارق شوف مروره جميل، مروه تقدم اكل المدافع، اكل الاثنين مع بعض، لعبها ايضا خلفيه الى بكاري كولي، يعني روضها بشكل جميل على قدم الشمال، وبعد ذلك هوب في المرمى. هذا بكاري كوني يسجل اول اهداف المباراه واول اهداف دبل فجيره في هذا اللقاء، ليتقدم الفريق السماوي بهدف اول عن طريق اللاعب بكاري كوني. 1 دبل فجيره لا شيء. فريق الوحده بيحاول، المدافع ايضا معاه في اللقطه الماضيه بشكل جيد، تتخلص الى بكاري، مر بكاري تقدم خطير سدد، الله الله الله، ثاني الاهداف المبكره تاتي من بكاري كوني هذه المرة في الدقيقة 17، واستغلال أيضا لخطأ دفاعي في اللقطة الماضية، لكنها تحسب لكابي اللي ضغط، وبعد لبكاري اللي تابع. شوف المرور، شوف التفاهم ما بين الاثنين، كابي هو اللي ضغط، بكاري هو اللي توقع السلم، مر وتوغل وسدد هدف ثاني لمصلحة فريق دبل فجيرة، ليتقدم السماوي بهدفين مقابل لا شيء. 2 لفريق دبل فجيرة، لا شيء لفريق الوحدة. هذا بكاري شوف مروره، شوف سرعته، شوف انطلاقته. بكاري كوني العادي صاحب 34 سنة، واللي سبق وان لعب او لعب اسماعيل مطر لاعب الوحدة بحطها اسماعيل، الله 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 الله، اعتقادي كان في محله، واسماعيل مطر يسجل هدف بطريقة رائعة في الدقيقة 39 من شوط المباراة الأول. إسماعيل مطر من الوقفة، من الشكل، من المعطيات اللي كانت واضحة، توقعت بأن إسماعيل ممكن يسجل في اللقطة الماضية، وبالفعل إسماعيل سجل هدف أول يقلص من خلال الفارق. شوف وين حطها، في زاوية صعبة، زاوية قاتلة على حارس المرمى. النصر على الشارجة بأربعة أهداف مقابل هدف ليتوج بطل لأول مرة لبطولة كأس الخليج العربي. كرة في انطلاق الآن، تقدم خطيرة، هذه ممكن الثالث بتنحط، الله 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 على البديل الناجح أحمد إبراهيم اللي يسجل هدف ثالث لمصلحة فريق دبا الفجيرة في الدقيقة 70 من عمر المباراة. أحمد إبراهيم هذا البديل اللي استغل الكرة السريعة، شوف الكرة ما فيها شيء، فيها انطلاق بعد ذلك، فيها تقدم من أحمد إبراهيم، وبعد ذلك حطها على يمين حارس المرمى، يسجل هدف ثالث لمصلحة فريق دبا الفجيرة. 3 الفجيرة، 3 دبا لا شيء، أو 1 الوحدة حتى الآن في بتوقيع اللاعب أحمد إبراهيم. كوني سجل هدفين، والبديل أحمد إبراهيم يسجل هدف ثالث لمصلحة فريق. بينما الدوري راح يكون بإذن الله يوم 12. تسديدة، الله، المتحدث الرسمي باسم الوحدة تيغالي يسجل هدف تخليص الفارق، هدف ثاني للوحدة في الدقيقة 81 بتسديدة مفاجئة من خارج منطقة الجزاء. شوف اللعبة، هذا الغافري أبعدت بعد ذلك، تهيأت إلى تيغالي، شوف تيغالي الخطير لما يواجه المرمى، لعبها قوية في أقصى الزاوية الشمال، معلن عن ثاني أهداف الوحدة. 10 دقائق راح تكون ساخنة، راح تكون مثيرة قاتلة في هذا الموسم، وتحديدا في بطولة كأس الخليج العربي، بعد ما خسر المباراة الأولى 4-3 أمام الوحدة، أو 3-2 أمام فريق الشباب عفوا. عرضية ملعوبة تتخلص، الله، النيران الصديقة هي من تسجل هدف في وقت قاتل في الدقيقة 92. اللاعب البديل، اللاعب خالد عبد الله، هو من يسجل هدف في مرمى، هدف اذا يسجل، هدف التعادل. شوف اللعبه،
شوف العرضية محمد قاسم، لا محمد قاسم هو اللي سجل. نشوف مرة أخرى من توفيق عبد الرزاق، عرضية كانت، أعتقد بأن محمد قاسم هو من سجل هدف في مرمى في اللقطة الماضية. إذن الآن نتذكر اللعبة والانفراد اللي أضاعه بوريس كابي.